بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن الهايبوناترينيا. احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن الاي في فلويدز ان يونيت بكل تفاصيله. اتكلمنا برضو في فيديوهين فاتوا عن الهايبو والهايبركاليميا. فجيت دور على الصوديوم ديس اوردر، ونبدا ان شاء الله باذن الله بالهايبوناترينيا. تمام. طيب الهايبوناترينيا احنا عندنا النورمال سيرم صوديوم من 135 الى 145. تمام. اقل من 135 ده هايبوناتريميا، اكتر من 145 ده ايه؟ ده هايبرناتريميا. فتعريف الهايبوناتريميا هي ديفايند از ايه؟ لما يكون السيرام صوديوم يقل عن 135 ده ايه؟ ده هايبوناتريميا. طيب ليه الهايبوناتريميا مهمه؟ لان هي الموست كومن الكترولايت ديس اوردر فين؟ في النيونيت، فمهمة جدا وما تعديش على حد فينا. طيب معروف لاغلب الناس ان احنا عندنا السيرم اوزمولاريتي هي عباره عن 2 في الصوديوم لما احسبها يعني، زائد الجلوكوز على 18 وزائد البي او ان على 2.8. يعني بتتحذف البلات يورا نيتروجين عشان هي فريلي موبايل من انترا اكسترا سيلولار. فاحنا عندنا الصوديوم هو عامل اساسي ومؤثر في السيرم اوزمولاريتي، والجلوكوز لما يكون فيه هايبر جلايسيميا ده بيعمل هايبر اوزمولاريتي، ولما يكون فيه هايبر ناتريميا ده بيعمل ايه؟ هايبر اوزمولاريتي. تمام. او هايبر تونيسيتي. طب لما الصوديوم يقل بقى اساسي هيبقى فيه هايبوتونيك هايبوناتريميا. تمام. هايبوتونيك ايه؟ هايبوناتريميا. لما الصوديوم هو اللي يبقى ترو هايبوناتريميا هيبقى ايه؟ هيبقى هايبوتونيك. ليه؟ لان السيرم اوزمولاريتي النورمال من كام لكام؟ من 205 285 الى 295. تمام. لما تقل عن 285 او 280 كمان يبقى هايبوتونيك، اكتر من 295 ده هايبرتونيك. تمام كده. طيب فالهايبوناتريميا هيبقى معاها هايبوتونيسيتي، يبقى هايبوتونيك هايبوناتريميا دي ترو هايبوناتريميا لما ايه؟ السيرم اوزمولاريتي تبقى اقل من كام؟ اقل من 280. تمام. في 2 تاني من الهايبوناتريميا، واحده فيهم بتبقى هايبرتونيك هايبوناتريميا. هايبرتونيك لما يكون بقى ايه؟ جلوكوز عالي في الدم، هايبر جلايسيميا، فبيسحب ميه من الخلايا للدم، فايه؟ يبقى هايبر جلايسيميا ومعاها ميه بتعمل اوزموتيك دايوريسيس وبتخلي الصوديوم شويه ايه؟ هايبوناتريميا. تمام. النوع الثالث اسمه ايزوتونيك هايبوناتريميا، يعني الصوديوم قليل في الدم ولكن سيرم اوزمولاريتي مالها نورمال، وده هنعرف ايه اسبابه والميكانيزم بتاعته. فهوين كونسيدرنج الديفرنشال، لما نيجي ندور على اسباب الهايبوناتريميا لازم نستثني السودو هايبوناتريميا اللي هي ايه؟ الايزوتونيك هايبوناتريميا. تمام. طيب معلش هننزل بس بسرعه لدياجرام كده مهم جدا، ثواني. ده الدياجرام بتاع الهايبوناتريميا. بيقول لك الهايبوناتريميا اول حاجه اكسكلود السودو هايبوناتريميا اللي هي ممكن يكون يعني امبروبر تكنيك في اللاب، لو في حاله في هايبر بروتينيميا او هايبر ليبيديميا يديك فولس هايبوناتريميا. رقم 2 اكسكلود الهايبرتونيك هايبوناتريميا. يعني ايه هايبرتونيك هايبوناتريميا؟ لو في هايبر جلايسيميا جلوكوز زاد هيسحب معاه ميه من الخلايا. تمام. لما يسحب ميه من الخلايا للانترافاسكولار كومبارتمنت يبقى ايه؟ يعمل هايبرفوليميا. تمام. والجلوكوز عالي، فبالتالي الهايبرفوليميا ديت تخلي الصوديوم قليل، فاسمها هايبوناتريميا هايبرتونيك هايبوناتريميا. يعني ايه؟ من قوسين بيزيد الاكسترا سيلولار فلويد اوزمولاريتي دي تو ايه؟ برايمرلي هايبرجلايسيميا. رقم 3 ايفالويت الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم. يعني ايه؟ يعني عندي هايبوناتريميا، هل الهايبوناتريميا دياتي معاها انترافاسكولار فوليوم ديبليشن يعني هايبوفوليميا، ولا معاها هايبرفوليميا؟ تمام. ولا مفيش تشينج في الايه؟ في الفوليوم ستيتس بتاعت الانترافاسكولار كومبارتمنت. الهايبوفوليميا مع الهايبوناتريميا يعني عيان شوكد مثلا او امبيرد بيرفيوجن. هنا بيقول لك ايه الهايبوفوليميا؟ بيقول لك البادي صوديوم قل خالص. تمام. والبادي ووتر يعني شايف انت ايه؟ كانه بلس 2 يعني، هنا بلس 1. تمام. يعني عايز يقول لك الفقد بتاع الصوديوم اكتر من الفقد بتاع الووتر. تمام. فلما الصوديوم يتفقد كتير وراه ووتر برضه. تمام. فيعمل لك هايبوفوليميا، والصوديوم لما لوست يبقى ايه؟ هايبوناتريميا. تمام.
وهكذا برضو لو هايبر فوليميا يبقى مين اللي زاد اكتر؟ الميه زادت اكتر في الانترافاسكولار كومبارتمنت عن الايه؟ الصوديوم، فيبان ان هو هايبوناتريميا برضو، يبقى هايبر فوليميك هايبوناتريميا. تمام؟ انما بقى لو هايبوناتريميا بس في البلاد ولقيت البلاد فوليوم كويس، يعني مفيش امبيرد بيرفيوجن، مفيش ديهايدريشن، وفي نفس الوقت مفيش علامات الهايبر فوليميا، تمام؟ مفيش علامات الهايبر فوليميا، هنا بيقول لك ايه؟ التوتال بادي صوديوم بلس اور ماينس، يا اما يعني ما فيش فيه مشكله، ولكن التوتال بادي ووتر هو اللي ايه؟ اللي ممكن يكون زاد شويه، تمام؟ عموما يعني ايو فوليميك ستيتس، العيان ده مش هايبوتنسيف، ما فيهوش علامات الفوليوم اوفرلود، ما فيهوش علامات الديهايدريشن، تمام؟ وبعد كده كل واحد، كل سبب من دول لازم هيكون ثابت معانا ان احنا نسحب الصوديوم ان يورين، تمام؟ وان احنا نعمل حاجه اسمها الفينا، الفراكشنال اكسكريشن اوف ايه؟ اوف صوديوم. نرجع كده للدياجرام بتاعنا، الكلام بتاعنا. فعشان نخلص من قصه الهايبرتونيك هايبوناتريميا، لازم ايه؟ لازم نشوف الراندم بلاد جلوكوز اخباره ايه؟ تمام؟ وما اكونش مد العيان ده مانيتول، علشان الاوزموتيك ايجنت بتعمل ايه؟ بتعمل هايبرتونيك هايبو ايه؟ هايبوناتريميا، خلاص؟ طيب بيقول لك وانس ذوز ار رولد اوت، يعني استثنيت الحاجتين دول، قال لك وليت لسه ستيل في هايبوناتريميا، يبقى ده ترو هايبوناتريميا بقى، تمام؟ از لايكلي بريزنت، ودايما الهايبوناتريميا دي هتبقى زي ما اتفقنا هايبوتونيك سيرم اوزمولاليتي، لما الصوديوم يقل تقل معاه، تمام؟ طيب الترو هايبوناتريميا زي ما قلنا هنقسمها لثلاث حاجات، يا اما هايبوفوليميك، يا اما هايبرفوليميك، يا اما ايوفوليميك. هايبوفوليميك يعني عندها امبيرد بيرفيوجن وانترافاسكولار فوليوم ديليشن، وممكن يبقى هايبوتنسيف شوك، الكلام ده. ايه الهايبرفوليميك ده؟ فيه علامات الفوليوم اوفرلود، تمام؟ اما الايوفوليميك بقى ده لا معاه لا هايبرفوليميا ولا معاه هايبوفوليميا. البوكس ده مهم جدا، بيقول لك ان الموست كومن كوز اوف هايبوناتريميا في النيونيت از هايبر فوليميك هايبوناتريميا. يعني ايه هايبر فوليميك هايبوناتريميا؟ كان انا دخلت فلويد كتير للعيان، بنسميها دايليوشنال، تمام؟ اديت فري فلويد فري ووتر كتير، تمام؟ ما فيهوش ملح، فخف الملح اللي موجود جوه البلاد فيزل، فعمل ايه؟ دايليوشنال هايبوناتريميا، اللي هي بنقول عليها الهايبو هايبر فوليميا هايبوناتريميا، تمام؟ فلما فلويد كتير دخل يعمل فوليوم اوفرلود بعد كده، تمام؟ طب ده ايه سببه؟ اكسسيف فلويد ادمنستريشن، اديته محاليل كتيره، تمام؟ الحاجه الثانيه، او لا قدر الله العيان ده دخل في ايه؟ في ريتنشن اوف ايه؟ اوف فري ووتر. امتى بقى الريتنشن اوف فري ووتر ده؟ قال لك في الصياد، تمام؟ سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سيكريشن، اي دي اتش طلع بكثره، تمام؟ فعمل كنترول للوتر على الكدني، فمفيش ايه؟ مفيش ووتر اكسكريشن، كله حصل له ريتنشن، فبالتالي الميه دي هتخفف الصوديوم وتعمل هايبوناتريميا، تمام؟ وهنتكلم عن الصياد ده بالتفصيل شويه كده يعني، تمام؟ فدول الاثنين دول ذا موست كومن كوز، ماشي؟ طيب اول حاجه بقى الكوز اوف هايبوناتريميا ان يبورن، السودو هايبوناتريميا كنا قلناها اللي هي هتبقى ايزوتونيك هايبوناتريميا، يعني السيرم اوزمولاريتي نورمال، او اسمها الثاني فاكتيشيس هايبوناتريميا، تمام؟ طيب بتحصل مع نورمال اوزمولاليتي، تمام؟ نورمال اوزمولاليتي. برضه الهايبر ليبيديميا والهايبر بروتينيميا يبقى في كولد لاب تكنيك او في مشكله في اللاب، فايه؟ يقول لي ان في هايبوناتريميا على حساب الايه؟ الهايبر بروتينيميا او الهايبر ليبيديميا، ماشي؟ طيب الهايبرتونيك بقى هايبوناتريميا لسه بنتكلم عليهم، اللي هم مين؟ هم سببها مشهور الهايبر جلايسيميا، تمام؟ دخلت حاجه هايبرتونيك اللي هو عيان خد جلوكوز او عيان في ستريس هايبر جلايسيميا، وحتى العيان الدايبيتك، تمام؟ المانيتول يوز بتاع الاي دي ال وانا كديته كاوزموتيك دايوريسيس يعني في برين اديما مثلا، تمام؟ عيان هيعمل اشعه باي في راديو كونتراست، ده ايه برضو؟ تعمل هايبرتونيك هايبوناتريميا، ماشي؟ طيب هي ايه المشكله بقى؟ قال لك الانكريز ان سيرم اوزمولاليتي، لما السيرم اوزمولاليتي تزيد الهايبرتونيك تزيد، ايه اللي يحصل بقى؟ بتخلي الووتر بالذات يبقى يحصل له ايه؟ بوش اوت اوف ذا سيل، يروح ناحيه المكان اللي فيه اوزمولاليتي اعلى، تمام؟ وبالتالي اللي هو الدم يعني، وبالتالي يحصل ان انكريز في الاكسترا سيرر فلويد فوليوم، اللي هو
احنا قلنا الاكسترا سيلولار فلويد ده عباره عن حاجتين، انترستيشيال وانترافاسكولار، تمام؟ الانترافاسكولار هيزيد فيعمل لنا ايه بقى؟ هايبرتونيك هايبوناتريميا، وممكن يبقى فيه هايبر فوليميا معاه بعد كده، ماشي؟ طيب ان اكيوميليشن اوف اكسترا سيلولار جلوكوز، اكسترا سيلولار جلوكوز يعني جلوكوز جوه البلد، يعمل هايبر اوزموناليتي ويعمل شيفت اوف فري ووتر من الانترا سيلولار سبيس للاكسترا سيلولار سبيس اللي هو البلد دي كومبوننت، تمام؟ فبيقول لك قصاد كل 100 مللي جرام بير ديسيليتر زياده في الجلوكوز ايه اللي بيحصل؟ قال لك الصوديوم بيقل بمعدل 1.6 مللي كوفالنت لكل لتر، تمام؟ يبقى كل زياده 100 ايه اللي هيحصل؟ الصوديوم هيقل بمقدار 1.6 مللي اكويفالنت لكل ايه؟ لكل لتر، ماشي؟ وانس ان الهايبر جلايسيميا، صلح الهايبر جلايسيميا از كوركتد، ايه اللي يحصل؟ الصوديوم يرجع تاني نورمال يكوركت. طيب كده خلصنا القصه بتاعت الايه؟ الفولت هايبوناتريميا والهايبرتونيك هايبو ناتريميا. نيجي بقى للاساس بتاعنا اللي هو الايه؟ الترو هايبوناتريميا. ترو هايبوناتريميا بيقول لك دايما هتبقى هايبو اوزمولار، هايبو اوزمولار يعني السيرم اوزمولاريتي قليله بسبب ان الصوديوم قليل، تمام؟ طيب في ثلاثه كاتيجوري زي ما اتفقنا في اي هايبوناتريميا، يا اما معاها فوليوم اوفر لود هايبر فوليميا، يا اما معاها انترافاسكولار فوليوم ديبليشن هايبو فوليميا، يا اما مش متاثر، تمام؟ طيب الثلاثه كاتيجوري دول هم عشان امشي فيهم لازم اسحب اليورين صوديوم، كميه الصوديوم اللي بتطرد في اليورين فلترت وما حصلهاش ريابزوربشن واكسكريتد، ده الايه؟ الصوديوم اليورين صوديوم، والفراكشنال اكسكريشن، الفراكشنال اكسكريشن اوف ايه؟ اوف صوديوم، وده مهم جدا بنقول عليه الفينا، فراكشنال اكسكريشن اوف ايه؟ اوف صوديوم، تمام؟ ده مهم جدا وده مور اكيوريت عن اليورين ان صوديوم. اليورين صوديوم ده تجميع بول 24 ساعه وبعت المعمل اشوف كميه الصوديوم قد ايه اللي موجوده في الايه؟ في اليورين، تمام؟ الفينا بقى لا، ده الفراكشنال اكسكريشن، كميه الصوديوم اللي اتطرد قد ايه مقارنه بالفلترد صوديوم، خلاص؟ طيب برضو زي ما احنا اتفقنا ان الهايبوناتريميا هنقسمها ثلاث حاجات، الترو هايبوناتريميا يا اما فيها هايبر فوليميا، وده اول واحد اهو هايبر فوليميا، تمام؟ والهايبر فوليميا دي يعني ايه هايبر فوليميا؟ يعني زيادة في الووتر جوه البلاد فيزل أكتر من الزيادة في الصوديوم، تمام؟ الصوديوم اتحبس جوه البلاد، تمام؟ بس مقارنة بالووتر الووتر أكتر، فبالتالي عمل هايبوناتريميا. يبقى هايبوناتريميا ومعاها هايبر فوليميا لأن الووتر اتضاف على الإيه؟ على البلاد فوليوم. فده بيحصل مع الاكسس ايه؟ اكسترا سيلولار فلويد فوليوم. الحاجه الثانيه بوزيتيف ووتر بالانس، يعني هنا ده اعلى. الحاجه الثالثه قال لك ان التوتال بادي صوديوم اهو، التوتال بادي صوديوم هو والتوتال بادي ووتر الاثنين زادوا، تمام؟ طيب الاكسترا سيلولار فلويد از فيري انكريزد، فممكن يعمل ايه بقى؟ ده هايبر فوليميا، يعمل علامات الهايبر فوليميا، يعمل اديما ويعمل ويت ايه؟ جين. انا بوزن البيبي ده كل يوم المفروض، تمام؟ فايه؟ فيعمل الاقي جسمه بدا ينفخ وبدا يبقى ايه؟ الوزن بتاعه يزيد، تمام؟ طيب ايه الكوزز بقى بتاعت الهايبوناتريميا والهايبرفوليميا؟ اول حاجه احنا قلنا لما نسحب بقى نجمع بول 24 ساعه ونسحب نقيس كميه اليورين الصوديوم ان يورين ونعمل الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، تمام؟ نلاقيهم هما الاثنين لو، يعني اليورين صوديوم ماله؟ ثواني نغير تمام. اول حاجه هنقسمهم حاجتين، يا اما اليورين صوديوم اقل من 20 مللي كوفالنت بير لتر ولو فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. النوع الثاني او الاسباب الثانيه ان اليورين صوديوم يكون كتير هو والفراكشنال اكسكريشن كتير. لما يكون كتير يبقى المشكله كدني، لما يكون قليل مشكله خارج الكدني. ثاني لما يكون اليورين صوديوم قليل اقل من 20 مللي كوفالنت بير لتر والفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم قليل برضو يبقى المشكله ايه؟ مشكله خارج الكدني، تمام؟ انما لما يكون طرد الصوديوم كتير والفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم كتير يبقى دي ايه؟ المشكله داخل الكدني، تمام كده؟ طيب
ايه الاسباب بقى؟ قال لك الكونجستيف هارت فيلير، مش ده هايبر فوليميا، كونجستيف هارت فيلير، الليفر فيلير معاه برضو اكسس في الاكسترا سيرو فلويد، النيفروتيك سندروم بيبقى منفخ برضو، السيبسيز نفس الكلام، الهايبو البيومينيميا تمام، ما هو اكسترا سيرو فلويد انترستيشن معاهم برضو. ماشي، نيورو ماسكل بروكش باراليسيز واندوميسيز ان سيرب، لو حد ماشي على ماشي على اندوميثازين تمام، ده بيعمل ووتر ريتينشن مع الوقت تمام. بس يهمنا الهارت فيلير، الليفر فيلير، الكونجينيتال نيفروزس ممكن، السيبسس كتير خلاص، الهايبو البيومينيميا لاي سبب، كل الحاجات دي تخلي تعمل هايبر فوليميا وتعمل ايه بقى؟ تعمل هايبوناتريميا تمام. لما اقيس الصوديوم ان يورين هلاقيه قليل، هو الفراكشنال اكسكريشن. لكن لو زايد بقى، لو زايد الصوديوم ان يورين زايد، يعني الصوديوم بيطرد ان يورين، اكسكريشن بتاعه كتير تمام، يبقى المشكله في الكدني كما في حالات الاكيوت كدني انجري. وبيقول لك ان الاكيوت كدني انجري مالها؟ الهايبوناتريميا ووز ذا موست كومن الكترولايت ديستربنس في الاي كي اي. خلاص ادي كده خلصنا من الايه، من الهايبوناتريميا ويز هايبر فوليميا. طب نيجي بقى لمين؟ للهايبوناتريميا ويز هايبو فوليميا، كلها حاجات لوسز بقى تمام، كوزد باي ايزر، يا اما الكدني بتسرسب كتير يا اما اكسترا رينال. نشوف بقى هما بيفقدوا عن طريق ايه. طب في حاله الهايبوناتريميا والهايبو فوليميا، قال لك التوتال بادي صوديوم ماله؟ هو التوتال بادي ووتر كلهم ديكريزد، الاكسترا سيرال فلويد بيقل، البلاد فيز الانتراباسكولار والايه الانترستيشيال خلاص. طب لما يحصل بقى هايبوفوليميا الاقي بقى ايه؟ في ويت لوس، وزنه بيقل عن اليوم اللي قبليه، طبعا دي هايدريتد ديليد سكين تيرجر، ممكن نلاقي بري رينال، البي يو ان زايده بري رينال، وطبعا هو امبيرد برفيوجن، فالاكتيك اسيدوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس، حموضه في الدم، وطبعا ممكن يكون شوك العيان ده بعد كده، لازم هيبقى في انيشال مانيفستيشن اوف هايبوفوليميا از ايه؟ تاكي كارديا مهمه دياتي تمام. دول علامات الهايبوناتريميك هايبوفوليميك. طيب اعمل ايه بقى؟ اول حاجه زي ما اتفقنا نقيس اليورين صوديوم، اليورين صوديوم اللي كان اكتر من 20 مللي كوفلنت بير لتر، والطرد كتير هاي فراكشنال اكسكريشن، يبقى المشكله ايه؟ داخل الكدني، رينال سوليوت لوس، رينال سوليوت يعني الكدني بتفقد صوديوم. طب ايه الموست كومن؟ ادور على دايوريتك بيتاخد زي مين؟ اللوب دايوريتك فروزيمايد، يبقى دايوريتك دي الموست كومن كوز اوف يورينري صوديوم لوس. فين؟ في النيونات، مهم جدا. الحاجه الثانيه الرينال اماتيور، خصوصا في البري تيرم، لسه الكدني بتاعتهم نوت ماتيور انف، فالبري زي ما قلنا قبل كده، فالبري تيرم انفنت ار برون تو ايه؟ هايبوناتريميا. ليه طيب؟ قال لك لان اللو جلوميرولار فلتريشن ريت، لو بروكسيمال تيوبولار ري ابزوربشن، احنا عندنا البروكسيمال كونفلوتد تيبيول بتمتص غالبيه الصوديوم اللي بيتفلتر تمام، فلما تبقى لسه اماتيور فبالتالي قدرتها على ان هي ري ابزورب الصوديوم قليله، فالصوديوم يطرد في اليورين فيزيد الاكسكريشن بتاعه تمام. طيب زياده الارجينين فازوبريسين ليفل لما يكون ايه؟ لما يكون البريتيرم ده سك. ليه طيب؟ لانه هيسحب ميه وهيسيب الصوديوم جوه التيوبولار سيستم لوحده فهيزيد طرده تمام كده. طيب ادي اول ايه كانت دايوريتك ورينال اماتيوريتي. ايه اسباب ثانيه؟ السولت لوزنج نيفروباسي تمام، سولت لوزنج نيفروباسي بيسرسب ايه؟ الكترولايت. الحاجه الثانيه الميتابوليك الكالوزيس، احنا قلنا ميتابوليك الكالوزيس بيعمل ايه؟ بيعمل هايبوناتريميا ماشي. الاوزموتيك دايوريسيس هو نازل ومعاه ايه؟ دايوريسيس ومعاه صوديوم، معاه صوديوم ومعاه فلويد تمام. الحاجه الثانيه الار تي اي، الار تي اي البوليوريا بيفقد ميه وبيبقى معاه صوديوم لوس وبوتاسيوم كمان لوس ما عدا الهايبر كاليميك تايب. البارتر اساسي يقع فيه كل الالكترولايت، الفانكوني جلايكوزوريا امينو اسيدوريا وبروكسيمال ار تي اي هيبقى برده معاه ايه؟ الصوديوم تمام. كل الناس دي هايبو في البلاد وفي اليورين عالي. الاوبستراكتيف يوروباثي كوركشن معاهم بوليوريا وصوديوم لص برضه. الادرينال سولت ويستنج ديس اوردر، الادرينال مين هم؟ الادرينال سولت ويستنج اللي هم الكونجينيتال ادرينال هايبر بليزيا تمام. لما يخش في كرايسيس يبقى معاه هايبوناتريميا تمام، هايبوناتريميا ومعاه البوتاسيوم عالي هايبر كاليميا تمام. فاي هايبوناتريميا هايبر كاليميا بص على الادرينال. في حاجه تانية اسمها
سريبرال سولت ويستنج. ايه سريبرال سولت ويستنج؟ يعني ايه سولت ويستنج؟ بفقد صوديوم ان يورين، صوديوم ان يورين، والصوديوم بياخد وراه ميه، يبقى انا بفقد هنا ميه وصوديوم الاثنين، وهتيجي سيرته برضه فرق بينه وبين الصياد والدي اي الدايبيتس انسيبيدس، مهم جدا المقارنه بين الثلاثه. ماشي، يبقى لما يبقى هايبو ناتريميك هايبوفوليميك اشك ان ايه، اول حاجه يا اما الكدني فيها مشكله يا اما اليورينري صوديوم اقل من 20 ولو فراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، يبقى المشكله مش في الكدني، المشكله اللوسس دي اكسترا رينال. في ايه بقى؟ براحتك شوف الجي اي تي ممكن يسرسب من ايه؟ من فوميتنج، من دايريا لو مركب نيزو جاستريك تيوب ومرجع، لو في اوستومي زي ايه؟ زي اليوستومي جاستروستومي الكلام ده تمام، او كولوستومي، ولو في فيستولا، كل الحاجات دي بتسرسب فلويد وصوديوم. انفانت ويز انتستاينال سيرجيكال دايفرجن دول ريسك فور صوديوم ديفيشنسي برضو. السيرد سبيس لوسنج زي العيان اللي عنده اسايتس، افيوجن، الياس، سيبسيز، كل الحاجات دي بتسرسب فلويد في السيرس ميمبرين والايرلي نيك تمام. السلافنج اوف سكين بيفقد ميه وصوديوم برضو. ماشي، فالتلات حاجات دول هم معاهم ايه؟ طب لو واحد مركب شيست تيوب، لو فيها فلويد لوس، سي اس اف درينج، راديانت وورمر، سكين لوس تمام، الحاجات دي كلها بتبقى ايه؟ بتبقى تعمل هايبوناتريميا وهايبوفوليميا، كلهم فيهم فلويد بيفقد معاه صوديوم، يبقى هايبوناتريميا هايبوفوليميا. ماشي، طيب يبقى دي كده ايه؟ خلصناها. وبرده نفس الفكر، على حسب اليورين صوديوم ان يورين عالي، فراكشن اكسكريشن عالي، يبقى المشكله رينال. طب قليل، المشكله اكسترا رينال بقى، نقسمهم. العيان ممكن يفقد فلويد من فين؟ يا اما في الفوميتنج والدايري ام الجي اي تي عموما، او ممكن العيان ده يكون فيه اسايتس، تجمع من الفلويد في السيروس ميمبرين تمام، بلورال افيوجن، السيبسيس بيبقى معاه هايبو البيومينيميا، الالياس نفس الكلام، النيك سيبسيس والسلافنج اوف سكين وهكذا تمام. طيب الهايبوناتريميا ومعاها بقى ايه؟ الانترافاسكولار فوليوم ماسك نفسه، ايو فوليميا او ايه؟ نورمو فوليميا، يعني نورمال اكسترا سيلولار فلويد. يعني المشكله هنا ان الصوديوم مينلي صوديوم. ايه بقى؟ قال لك التوتال بادي ووتر ماله بيزيد تمام؟ توتال صوديوم يا نورمال يا اما سلايتلي ديكريزد. طب ليه؟ علشان الميه هي اللي اتحبست جوه الايه؟ جوه الدم تمام؟ فايه اللي حصل؟ التوتال صوديوم يا اما يتخفف شويه يبقى سلايتلي ديكريزد، او ممكن يبقى ايه؟ لو سلايتلي ديكريزد هيبقى هايبوناتريميا. طب الاكسترا سيلولار بقى؟ بيقول لك مينيمالي انكريزد الفلويد نفسه، الاكسترا سيلولار فلويد مينيمالي انكريزد بات ذير از نو اديما. طب يعني ايه الكلام ده؟ تعالى احنا نشوف. اول حاجه زي ما قلنا هنعملها اليورين صوديوم ان يورين والفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. اللي بيهمنا ايه؟ السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن. الاي دي اتش ده ماله؟ قال لك ده نورمال سكريتد لما يكون في بلاد فوليوم لوس تمام؟ دي هايدريشن، هايبوفوليميا، فيطلع الاي دي اتش يحبس ميه عشان يحافظ على الانترافاسكولار فوليوم. طب في الصياد بقى؟ قال لك لما يحصل صياد، يعني ايه صياد؟ سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن، يعني الاي دي اتش طلع بجنون هنا. كتير خالص اي دي اتش طالع، يقول لك يبقى ان ابروبريت سكريشن اوف اي دي اتش ديسبايت النورموفوليميا، هو ما فيش مشكله في البلاد فوليوم ولكن طلع الاي دي اتش بقى. طب لما يطلع الاي دي اتش يعمل ايه بقى؟ يعمل لك يسحب ميه من الكدني، يعمل ووتر ريتنشن، فتخفف الصوديوم، تعمل هايبوناتريميا، وتعمل ايه؟ بالتالي السيرم اوزمولاليتي تبقى هايبو اوزمولاليتي. طب اليورين اخباره ايه لما سحبنا منه الميه؟ يبقى هايبر اوزمولار يورين تمام، هايبر اوزمولاليتي في اليورين، والصوديوم ان يورين ماله؟ يبقى زايد هاي صوديوم كونسنتريشن، لان الميه اتسحبت منه للانترستيشيوم وللبلاد فيزل، فبالتالي الصوديوم تركة وحيدا، فالليفل بتاعه هيبقى اكتر من 20 مللي ايكويفالنت تمام ان يورين. خلاص، فهنا ايه بقى؟ هنا المشكله برضو في الكيدني، اي دي اتش طلع كتير، اي دي اتش طلع كتير، فعمل ايه؟
سحب ميه، خفف الدم، هايبوناتريميا، هايبو اوزمولر. لما سحب ميه من اليورين خلاه كونسنتريتد، فخلى الاوزمولاريتي عاليه والسبيسيفيك جرافيتي هتبقى عاليه والصوديوم ان يورين هيبقى عالي. بالفيزيكال اكزامينيشن نو ساينز اوف ايه فوليوم ديبليشن او اديما في الاول. ده بيحصل مع مين بقى؟ الناس اللي هم عندهم سي ان اس ديس اوردر زي الانترافنتريكولار هيموريش بالذات، يدخل على السب مينتنس، الانكيفالايتس يدخل على السب مينتنس فلويد، البرينيتال اسفيكسيا، المينينجايتس. ليه؟ خوفا من حدوث الايه؟ الصياد، ولو حصل ما يبقاش فيه فوليوم اوفرلود. تمام؟ طيب الناس اللي هم عندهم ريسبيراتوري ستريس اللنج ديزيز زي الار دي، زي النيمونيا، زي النيموسوركس، برضه ايه؟ معرض ان هم يدخلوا في صياد. عشان كده الناس دي بندخلها على صب مينتنس فلويد. ماشي؟ طيب ويز انكسبليند هايبوناتريميا بقى، مش قادرين نحط الهايبوناتريميا دياتي اللي هي الايوفوليميك هايبوناتريميك، مش قادرين نحطها في نلاقي لها سبب، يبقى لازم ندور على الهايبوثايروديزم، وغالبا ما هيبقى سي في سيفير هايبوثايروديزم. تمام؟ هنسحب التي اس اتش والفري تي 4 خلاص. ده في حاله الهايبوناتريميا ونورموفوليميا. اول حاجه ان الصوديوم ان يورين هيبقى عالي. ليه؟ علشان الصياد. تمام؟ طيب نيجي بقى لمين لو كان الصوديوم ان يورين قليل، قليل ولو فراكشنال اكسكريشن، اشك في ايه بقى؟ اشك ان انا اديت الطفل دوتي اكسسيف اي في فلويد او فري ووتر او يوزنج دايلوتد او هايبوتونيك فورمولا بتخفف الايه؟ بتخفف الميلك بتاعه. تمام؟ فدخلت له ووتر كتير عمل له هايبوناتريميا. تمام؟ زودت الوتر على حساب السوليوتس، فبالتالي ايه؟ حصل هايبوناتريميا. تمام؟ او ان اديكوت صوديوم انتيك، حطه على اي فلويد بس انا ما حطيتلوش المينتنس الكويس بتاعه. تمام؟ او عامل له صوديوم ريستريكشن، ما دخلتلوش صوديوم اصلا. تمام؟ طيب بري تيرم انفنت هاف انكريزد صوديوم انتيك ريكويرمنت عن الفول تيرم. طيب ات شود بي بروفايد، ات شود بي بروفايدد تو مينتين السيرام صوديوم فاليو اند بروموت اديكوت ايه؟ يعني تو بروموت اديكوت جروس. مهم جدا الصوديوم ده. المينتنس صوديوم زي ما اتفقنا من 2 ل 4 مللي كوفلنت بير كي جي بير دي، 2 ل 4 مللي كوفلنت بير كي جي بير دي. وقلنا الواحد خلينا كده نقول الواحد مللي من الهايبرتونيك سلاين اللي هو 3% بيديك كام بقى؟ بيديك نص مللي اكويفالنت من الصوديوم. اذا الواحد مللي اكويفالنت موجود في 2 مللي من النورمال سلاين، خلاص من الهايبرتونيك سلاين اسف. ماشي؟ ده كان ايه بقى؟ ده كان ال الهايبوناتريميا ومعاها ايوفوليميا. ماشي؟ طيب في حاجه اسمها دراج انديوزد هايبوناتريميا، خدناها الدايوريتك بالذات، ودي الموست كومن الدايوريتك، خصوصا لما بنستخدمها في البرونكوبالمولر ديسبليزيا كرونيك لانج. دي بتعمل ايه؟ صوديوم لوس. الاندوميسيز لما بيستخدم بيعمل ووتر ريتينشن، فيعمل دايليوشنال ايه؟ هايبوناتريميا. الصياد بيعمل ايه؟ الصياد فيه ادويه ممكن تعمل صياد. الناس اللي هم ماشيين على اوبييت مش علينا، الكاربامازيبين، انتيبيليبتيك، الباربيتيوريت، الفينوبارب، الاندوميسازين، السايوفيلين ممكن يدخل في صياد، نون ستيرويدال، السايازايد، كل ده ممكن ايه؟ يدخل في صياد. لو الام خدت ماترنال اوكسيتوسين قبل الولاده يبقى ده ايه؟ ممكن برضه ادويه اسمها صياد انديوست. تمام؟ طيب لو عملت انفيوجن لمانيتول او هايبرتونيك جلوكوز، الجلوكوز هيعمل ايه بقى؟ يعمل هايبر اوزمولاليتي ويز ايه؟ سولت ويستنج، يعني نزل ميه وينزل ملح معاها. تمام؟ ده دراج انديوست. طب الانفوتريسين بي برضه بيعمل صوديوم اند بوتاسيوم امبالانس، يعني يعمل هايبوناتريميا. ماترنال ميديكيشن يوز ديورنج بريجنسي، كان بيستخدم دايوريتك برضه، انفيوجن اوف اكسيتوسين زي ما قلنا لو كان عندها دايابيتس او بتاخد بيتا بلوكر، كل ده يعمل ايه؟ هايبوناتريميا. تمام؟ طيب ده الفرق بين الدايابيتس انسيبيدس عشان بس نبقى فاهمين، والصياد والسيريبرال سولت ويستنج. ايه اللي بيحصل في الدايابيتس انسيبيدس؟ عندك اي دي اتش مش طالع، فمفيش كنترول على الميه، فاليورين اوتبوت يبقى ايه؟ يبقى عالي. طب الصياد فيه الاي دي اتش بيطلع بكثره، فبيحبس ميه، يعمل ووتر ريتينشن، فنلاقي اليورين اوتبوت قليل. طب السيريبرال سولت ويستنج بيطرد صوديوم كتير، والصوديوم بياخد معاه ميه، فنلاقي اليورين اوتبوت عالي.
طب السيرم صوديوم في الديبس انسيبيدس لما ميه تنزل كتير مع ال... لما ميه تنزل كتير برضو بتاخد معاها ايه؟ بتاخد معاها ملح، الصياد ميه اتحبست في البلاد، فالسيرم صوديوم ماله هيبقى قليل، اتخفف هايبوناتريميا. ده بيس انسيبيدس زي ما قلنا الميه ثابت الانترافاسكولار فوليوم ونزلت، فثابت الصوديوم وحيدا في الدم، اسف، فهيبقى هاي السيرم سولت ويستنج. الصوديوم اللي في الدم اتطرد في اليورين فبقى لو، تمام، لو في البلاد خلاص. يبقى الصياد والسيربر سولت ويستنج يبقى معاهم هايبوناتريميا، انما الديفيتس انسيبيدس هايبرناتريميا. طب العكس بقى، اليورين صوديوم في الديفيتس انسيبيدس كان فيه هايبر ناتريميا، هنا هيبقى هايبوناتريميا لان هو محبوس فوق، ماشي. في الصياد الميه اتحبست بسبب الصوديوم في الايه، في اليورين، يبقى هاي صوديوم ان يورين، والسيربر سولت ويستنج كده كده بيرمي ملح في اليورين، يبقى اي اليورين صوديوم عالي. طب السيرم اوزمولاريتي في الدايبيتس انسيبيدس، ميه ثابت الانترا فاسكولار ونزلت، يبقى ايه؟ هاي بقى هايبر هايبر اوزمولاريتي. طب في الصياد الميه مالها؟ اتسحبت كلها على الدم فخففت الدم، عملت ايه؟ هايبو اوزمولاريتي بقى لو، سيرم اوزمولاريتي لو. طب السيربرال سولت ويستنج الملح اتطرد اللي كان عامل بيحافظ على السيرم اوزمولاريتي، اتطرد في اليورين، فبالتالي السيرم اوزمولاريتي بقت قليله. اليورين اوزمولاريتي العكس بقى، تمام؟ طيب الفوليوم ستيتس بقى دي مهمه، قال لك في الديبيتس انسيبيدس نورمال ولو. طب ليه نورمال؟ لان هو ده بيشرب ميه كتير، فلازم احافظ على ايه؟ على الانترافاسكولار فوليوم، ان هو ايه؟ اضمن له اكسس للووتر، طالما في اكسس للووتر هو بينزل يبقى نورمال فوليوم ستيتس. ممكن يبقى ديهايدريتد لو تعرض لريسك فاكتور تاني. الصياد الميه محبوسه في الدم، فبالتالي ده عنده هايبر فوليميا، فده ده ايه؟ الفوليوم ستاتس بتاعته هاي، فبالتالي علاجه نديله ووتر ريستريكشن، اقلل كميه الفلويد اللي داخله له. سيريبرال سولت ويستنج لو، ليه؟ لان الصوديوم لما بيسيب الانترا فاسكولار كومبارتمنت بيسحب معاه ميه وينزلوا في اليورين، فبالتالي الفوليوم ستاتس قليله، تمام كده؟ مهم جدا الجدول ده، ويعني كلينيكال موجود بكثره في الايه؟ في الكريتيكال ايل بيشنت، يعني سواء اذا كان نيونيت او بالذات بيدياتري. خلاص كده دياجنوستيك ورك اب، هنعمل ايه في حاله هايبوناتريميا؟ اول حاجه امبورتنت كويشن تو بي فولفيلد ان ذا هيستوري اند اكزامينشن، اول حاجه اللي هي ايه، هل في كونفولجن، يعني هل الهايبوناتريميا دي عامله سيمتومز، فبالتالي دي عايزه ايرجنت او ايميديت تريتمنت. نغير اللون، نجيب لون ايه؟ طيب نجيب لون لذيذ، ماشي تمام. يبقى هل في كونفولجن ولا لا؟ لان لو حصلت الكونفولجن بسبب الهايبوناتريميا يبقى ايه؟ والسيرم صوديوم اقل من 120، او هي بتحصل عند سيرم صوديوم اقل من 120، ده يعتبر ميديكال ايمرجنسي، تمام؟ وده علاجه هايبرتونيك سلاين، وان الرول بتاع الانتي كونفولزنت في هايبوناتريميك سيجر يعني مش هيبقى بنفيشال قوي، تمام؟ طيب النيورولوجيك ستيتس از فيري امبورتنت، مهمه جدا النيورولوجيكال ستيتس، ليه؟ لان هي هتجايد التريتمنت زي ما قلنا. في اي علامات نيورولوجيكال ساينز او سيمتومز بتاعت هايبوناتريميا ده هتبقى سيفير هايبوناتريميا، ودي مانيفيستنج، ودي عايزه برضو ايرجنت يبقى ايه؟ انترفينشن، تمام؟ طيب نوت اني ساينز اوف سيجر اكتيفيتي، يعني ايه؟ هل في ابنورمال اي موفمنت، جيركينج اوف ذا اكستريميتيز، او تانج ثراستنج، تمام؟ ده ايه بقى؟ ده ريكواير ايرجنت كوركشن بايه؟ بالاي في هايبرتونيك سلاين اللي هو اي في صوديوم، لازم ياخد ايه؟ اي في صوديوم، تمام؟ طيب رقم اثنين بقى مهمه جدا، وات از ذا بيشنتس انتيك اوف فري ووتر اند صوديوم، العيان ده بياخد قد ايه فلويد، وهل بياخد صوديوم وبياخد قد ايه، تمام؟ هل في زياده في الوزن ولا فقدان في الوزن؟ احنا دايما في النيونيت بنوزن الطفل، تمام؟ اب تو 2 تايمز ديلي، تمام؟ طب النورمال اماونت اوف صوديوم انتيك زي ما قلنا من 2 ل 4 مللي ايكوفلنت بير كي جي بير داي. طب في الفيرست فيو دايز اوف لايف قال لك بيحصل ويت لوس اكسبكتد زي ما قلنا في الفول تيرم 5%، في البري تيرم من 10 ل 15%، تمام؟ وده بيبقى نورمال واكسبتد. الويت جين، ويت جين ويز لو سيرم صوديوم ليفل، يعني هايبوناتريميا مع ويت جين في الفيرست فيو دايز اوف لايف، ايه اللي بيبقى مش متوقع انه يحصل ويت جين اصلا؟ فطالما حصل ويت جين ولقيت لو
سيرم صوديوم يعني هايبوناتريميا ومعاها هايبرفوليميا. الموست لايكلي كوز از ايه؟ فوليوم اوفرلود هنا، تمام؟ فوليوم اوفرلود، اراجع المحاليل اللي انا مديها، تمام؟ طيب ميك شور ذات ان الصوديوم انتيك از ايه؟ سفيشينت، ماشي؟ مش هقعد ادور على هايبوناتريميا وانا اصلا مش مدخل له المينتنس بتاعه العادي، تمام؟ اند نراجع الاماونت اوف فري ووتر كونسيومد ما تكونش اكسسيف، لان الفري ووتر لو انا مدخل له ميه كتير يعني زي الجلوكوز ما فيهوش صوديوم، لو دخلت له كتير او كميه اي فلويد كتير ما فيهاش ملح يبقى ايه؟ هيحصل هايبوناتريميا. رقم ثلاثه وات از ذا يورين اوتبوت، مهم جدا يورين اوتبوت، تمام؟ وبالمره نعمل سبيسيفيك جرافيتي، تمام؟ تشيك فلويد انتيك لازم الداخل والخارج اخباره ايه في خلال 24 ساعه، تمام؟ لو مدخل كتير ومطلع قليل يبقى ده فوليوم اوفرلود برضه. نورمالي الانفانت ريتين بيحبسوا قد ايه؟ 2 ثيردز اوف ذا فلويد ادمنسترد، ماشي؟ ثلثين الفلويد اللي بيتاخد بيحصل له ريتنشن. اند ذا ريست از لوست ان يورين او في الانسنسبل ووتر لوس. طيب اف ذا بيشنت از ماتش جريتر ذان اوتبوت، اسف الانبوت كان اكتر من الاوتبوت، زي ما قلنا الانبوت اكتر من ايه؟ من اوتبوت. البيشنت مي بي ريتيننج فلويد اند دايليوشنال هايبوناتريميا هي اللي هتكون ايه؟ السبب، خلاص؟ طيب الو يورين اوتبوت، لو كان اليورين اوتبوت اللي طالع قليل، ماشي؟ وز هاي سبيسيفيك جرافيتي، يعني ايه؟ يعني كونسنتريتد يورين هنا، تمام؟ از مور كومنلي ديو تو، ادور على السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن، حبس ميه جوه البلاد فبالتالي ساب اليورين في يورين قليل طالع معاه صوديوم كتير معاه سبيسيفيك جرافيتي عاليه عشان السوليوس وهو كونسنتريتد، تمام؟ طيب ده الترجمه يعني excessive fluid and excessive fluid when see a low urine specific gravity and a high urine A output. واحد بياخد فلويد كتير بينزل فلويد كتير فدايما هيبقى ايه السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين قليله diluted urine لان هو داخل له كتير وبيطلع كتير، تمام؟ وبيطلع كتير. طيب وات اباوت ميديكيشن، نسال عن الميديكيشن اللي بتتاخد مهمه جدا زي ما قلنا فوق. رقم خمسه did the mother receiving الهايبوتونيك، بقى لو خد هايبوتونيك فلويد هاي فلويد يبقى ايه؟ الطفل يدخل في هايبوتونيك في هايبوناتريميا او اكسسيف اماونت اوف اوكسيتوسين، ماترنال ادمنستريشن اوف اوكسيتوسين بيعمل هايبوناتريميا. الادويه اللي اتخذتها اثناء البريجننسي لو ماشي على دايوريتيك ولا زي ما اتكلمنا. رقم سبعه از زير ابلجنج انتيريور فونتانيل او ليثارجي، دي سي ان اس مانيفستيشن اهي، تمام؟ نخلي بالي منها. الرقم ثمانيه تشيك فور ايديما، ايديما دي علامه علامه من علامات الفوليوم اوفرلود، اشك ان ده كونجستيف هارت فيلير ولا ده رينال فيلير، تمام؟ رقم تسعه ديكريز سكين تيرجر ودراي ميوكس ميمبرين، يعني العيان ده ديهايدريتد فهيبقى ايه بقى؟ هايبر تونيك هايبوناتريميا ديهايدريتد. رقم 10 Does the infant have genital hyperpigmentation في congenital adrenal hyperplasia زي ما قلنا، يبقى معاه hyponatremia hyperkalemia ولو هو في crisis يبقى dehydrated. رقم 11 Is there virilization on visual genitalia برضه في congenital adrenal. طيب specific signs and symptoms of hypovolemic hyponatremia. hypovolemic يعني ايه؟ ادور الاقي البلاد بريشر قليل وفي تاكيكارديا، الفونتانيل ديبريست، الكيلر ريفيل ديلايد، اليورين اوتبوت قليل عشان ده يعتبر شوك دي يعني، تمام؟ السكين ترجر ايه؟ ديكريز سكين ترجر، تمام؟ فده يقول لك ان ده ديهايدريتد وهايبوفوليميك، دي علامات وسبيسيفيك كي ساين. طب سبيسيفيك ساين سيمبتوم تقول لي ان في هايبر فوليميك هايبر هايبوناتريميا فوليوم كتير يبقى فوليوم اوفرلود ايديما، ممكن يسرسب يبقى اسايتس، ممكن يبقى ايه؟ في بالمونري ايديما، تمام؟ الا بستادز اللي انا هسحبها زي ما اتفقنا، السيرم صوديوم مهم ده اساسي، هو الاوزموناليتي ما ننساش نحسب الاوزموناليتي في اي حاله هايبوناتريميا تو فيريفاي الترو هايبوناتريميا، تمام؟ احنا قلنا لو سودو ايه بقى؟ يعني هتبقى هايبو هتبقى ايزوتونيك هايبوناتريميا، تمام كده؟ وان هي ما تكونش هايبرتونيك هايبوناتريميا، يعني ما فيش حاجه مزود الاوزمولاريتي غير ايه؟ يعني الصوديوم هيقلل،
انما لما نلاقيها زايده وفي هايبوناتريميا يبقى في مثلا هايبر جلايسيميا وهكذا، او اوزموتيك دايوريز. تمام، يبقى سيرم صوديوم والاوزمولاريتي مهمه عشان اقدر اكاتيجورايز. رقم اتنين اليورين صوديوم زي ما اتفقنا، واحسب اليورين اوزمولاريتي واحسب الايه السبيسيفيك جرافيتي. تمام، شويه حاجات هم بيقول لي في لو يورين صوديوم، طالما لو ممكن يبقى الموضوع اكسترا رينال اكتر، فالاكسترا رينال لوسز في الفوميتنج والدايريا زي ما قلنا، لو في استوما موجوده نيزو جاستريك سكشن كل شويه او فيها بيليس فوميتنج حتى، الدريننج تيوبز لو في انتركوستال تيوب ولا اي درين محطوطه، لو في ايليوس، لو في نيكروتايزنج تيروكولايز زي ما قلنا، لو في اي تجمع للفلويد في الايه سيروس ميمبرين، الفيوجن والاسايتس، كل الحاجات دي يبقى ايه، دي يبقى ايه بتسرسب فلويد فيها وايه وصوديوم، فده اكسترا رينال لوسز. تمام، طيب ممكن الايديمتاس ستيت بقى، الايديمتاس ستيت زي الكونجستيف هارت فيلير، النفروزس، الليفر فيلير لو اندوميثيدين ثيرابي، ووتر انتوكسيكيشن خصوصا من المذر. تمام، ده ايه، ده يعمل لك هايبوناتريميا، دايلوشنال هايبوناتريميا. تمام، طيب هاي سيرب هاي يورين صوديوم، لان الصوديوم ان يورين عالي يبقى المشكله هنا رينال، بياخد دايوريتك تطرد صوديوم ان يورين، الار تي اي بيبقى معاه هايبوناتريميا وصوديوم ان يورين عالي، الصياد عمل ريتنشن للووتر من غير صوديوم، المينرالوكورتيكويد والجلوكورتيكويد ديفيشنسي في الكونجنتال ادرينال، الاي كي اي معاه البوليوريك فيز بتاعته، الهايبوثايروديزم سيفير هايبوثايروديزم، الفانكوني والبارتر هايبوناتريميا برضه، اوبستراكتيف يوروباسي، الميتابوليك الكالوزس والايه اوزموتيك دايوريسيس، اوزموتيك زي ما قلنا يعمل ايه، نطلع فوق كده اهو، يعمل هايبرتونيك هايبوناتريميا ممكن. تمام، طيب اليورين اوزمولاريتي يعني ايه يورين اوزمولاريتي، ميجر اوف ايه يورين كونسنتريشن. تمام، طيب لان لو السوليوتس كتيره اللي موجوده في اليورين يبقى اوزمولاريتي عاليه، يبقى سبيسيفيك جرافيتي عاليه. تمام، طيب يبقى اول حاجه سحبنا سيرام صوديوم واوزمولاريتي وحسبناها، اليورين صوديوم والاوزمولاريتي والسبيسيفيك جرافيتي، رقم ثلاثه نعمل ايه بقى، اليورين كرياتينين والبلازما كرياتينين. ليه؟ طيب عشان نقدر نحسب الفراكشنال اكسكريشن اوف ايه صوديوم. المعادله بتقول ايه، المعادله بتقول ان الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم هو عباره عن ايه، الصوديوم ان يورين والايه والسيرم كرياتينين، نضربهم في بعض ونقسمهم على الصوديوم السيرم صوديوم في الايه في اليورين كرياتينين. تمام، واضربهم في ايه في 100. خلاص، لو طلع الفينا دوات اكتر من 5% يبقى ده انكريزد او هاي فراكشنال اكسكريشن، المشكله هنا ايه، الكدني بتطرد كتير. لو كان الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم اقل من 3% ده ايه، ده ديكريزد او لو، المشكله اكسترا رينال لوسز. تمام، حلو الكلام. يبقى بيقول لك ان الفينا ده ماله، ده البرسنتج اوف صوديوم فلترد باي ذا كيدني، اهو ادي الصوديوم اهو فلترد باي ذا كيدني وينزل ماله بقى، ذات از اكسكريتد ان يورين، يبقى الصوديوم اللي هيبقى فلترد من الكيدني ويبقى اكسكريتد ما حصلوش الابسوربشن، اكسكريتد ان ايه ان يورين. خلاص، طيب يبقى الفراكشنال اكسكريشن اوف ايه اوف صوديوم هو اكسكريتد صوديوم على ايه الفلترد صوديوم. خلاص، طيب يبقى ده رقم ايه، رقم 3. رقم 4 نعمل ايه بقى، السيرم الكترولايت اطمن، لازم طبعا، والبلاد يوريا نيتروجين والكرياتينين عشان اتاكد ان مفيش كيدني انجري، والتوتال بروتين برضه عشان الهايبر بروتين والهايبو البيومينيميا والكلام دوت، يعمل برضه الهايبوناتريميا. طيب اسحب السيرم جلوكوز مهم جدا، او راندم بلاد جلوكوز، علشان رول اوت الهايبر ناتريميك الهايبر تونيك اسف هايبوناتريميا. تمام، واقيسها اهو من المكانين دول، هم اريا وير اللانست مي بي يوزد. تمام، هناخد العينه يعني، ماشي. طيب ده الهاي ايه، ده الجلوكوز، ماشي. طيب كده احنا عملنا خمس حاجات هم في الهايبو ناتريميا عشان نقدر الموضوع بسيط والله. طيب التريتمنت ايه بقى، التريتمنت هنحصر في ثلاث حاجات، ايمرجنسي تريتمنت لو هي سيمتوماتيك، السلو كوركشن رقم ثلاثة ان احنا والجنرال رولز، وان احنا نعالج الاندرلاينج ايه كوز. خلاص، طيب بيقول لك اف ذا انفانت از سيمتوماتيك اند هايبوناتريميا كانت سيفير اقل من 120 يبقى ايه immediate تريتمنت از انديكيتد، والايميديت تريتمنت هنا هو نقصد بيه ايه الهايبرتونيك سلاين. طب لو ويتاخد برضه على شورت بيريود، انما اف نوت سيمتوماتيك والهايبوناتريميا
should be corrected by slowly over ايه بقى 24 48 ساعه. خلاص. طيب الامرجنسي تريتمنت الانديكيشن بتاعته زي ما قلنا سيمبتوماتيك انفانت ويز كونفالجن انفانت ويز ريبيتد ابني ريكويرنج انتيوبيه بخش في ابنيه كل شويه بص على الصوديوم بتاعه ليكون هايبوناتريميا سيفير نيورولوجيكال سيمبتوم ممكن تبقى ايرلي او ليت ويكنس اريتابيليتي فوميتنج ابنيه ديستربت كونشوس ليفل اريزميا هايبوثيرميا وهكذا. تمام. طيب ريفراكتوري ستيتس ابيليبتيكس ماشي عشان كونفرجن كلها يبقى دي كلها سي ان اس مانيفستيشن. بيقول لك ايه بقى لما نلاقي الكلام دوتي يبقى ايميديت هايبرتونيك سلاين 3% هايبرتونيك سلاين شود بي جيفن. واحنا عندنا ادي الاي في فلويد اهي النورمال ال 3% نورمال سلاين بيقول لك ال 1 مللي ايكويفالنت في كام؟ في نص. يبقى ال 2 مللي ال 2 مللي 2 مللي فيهم كام؟ 1 مللي ايكويفالنت. خلاص. يبقى ال 1 مللي فيه نص يبقى ال 2 من الهايبرتونيك سلاين فيهم 1 مللي ايكويفالنت من الايه؟ من الصوديوم. خلاص. immediate hypertonic saline solution 3% sodium chloride should be given. الرابيد كوركشن مهم جدا نخلي بالنا ما اعملش رابيد كوركشن في حاله كرونيك هايبرناتريميا سبيشيالي يعني لو انا بعالج مثلا هايبرناتريميا ودخل مني في هايبوناتريميا الكوركشن كان رابيد كوركشن تمام ونزل هايبوناتريميا يبقى انا لازم ايه هنا بقى وبقى سيمتوماتيك يبقى لازم اعالجها بالايه بالهايبرتونيك سلاين. بقول لك الرابيد كوركشن بين قوسين سبيشيالي في الكرونيك هايبوناتريميا تمام او اكتر من السيرم صوديوم رفع اكتر من 10 مللي كوفلنت بير لتر تمام في خلال 24 ساعه ده اسمه ايه؟ ده اسمه رابيد كوركشن. ممكن يعمل برين دامج في صوره حاجه اسمها سنترال بونتاين مايلينوزس. يعني ايه سنترال بونتاين مايلينوز؟ او اشك فيها امتى؟ اشك فيها في نيونيت عنده هايبوناتريميا وانا بعمل لها كوركشن يخش في ايه الطفل ده النيونيت ده في كرينيال نيرف بولسي او كوادري باريسز تمام كده اشك ان هو دخل في سنترال بونتاين مايلينوزس اعمل له ايه بقى عشان ااكد الام ار اي برين الاقي فيه بيقول لك راوندد ليجن فين حته في السنترال بونتاين اريا اهي راوندد ليجن في السنترال بونتاين اريا ده اختلاف المقاطع او سنترال ليجن في الايه في اسف راوندد ليجن في السنترال بونتاين ايه اريا تمام. طيب يبقى عرفنا ان الامرجنسي تريتمنت ده في حالات السيمتوماتيك والسيفير هايبوناتريميا اللي اقل من 120 والايه والسيمتوماتيك اللي هم فيهم ريبيتد اللي هم فيهم كونفالجن وريبيتد ابنك ابيسود لدرجه ان هو محتاج انتيوبيشن مثلا او في مثلا سيفير نيورولوجيكال سيمتوم اريتابيليتي ديستربت كونشس ليفل فوميتنج كوما ابنيا الكلام ده او ريفراكتوري ستس ابليبتكس تمام. ده لازم اعمل ايه ايميديت هايبرتونيك سلاين 3% صوديوم كلورايد شود بي جيفن. خلاص. طيب هنقول الميثودز دلوقتي ماشي. طيب وانا بصلح اتفادى الرابيد كوركشن في حالات ايه بقى؟ ما اعملش رابيد كوركشن لحاله كرونيك هايبوناتريميا بقى لها كذا يوم او ما ارفعش الصوديوم بدرجه اكتر من 8 ل 10 مللي كوفلنت بير لتر. يعني ما يكونش مثلا 120 او 100 مثلا 118 مثلا واروح ارفعه مره واحده 100 و129 مثلا تمام او 128. خلاص كده ده رابد. يحصل ايه بقى الطفل لو دخل منك في كوادري باريسز او كرينيال نيرف بولسي يبقى ده دخل في ايه سنترال بونتاين مايلينوزس. وانس سيمتوم ريزولف اند سيرم صوديوم بقى اكتر من 120 يعني مش سيفير هايبوناتريميا قال لك نبدا السلو كوركشن بقى تمام اوفر ايه اوفر 24 48 ساعه. طيب الهايبرتونيك سلاين زي ما قلنا انترافينوس بولس اوفر 10 to 15 مينت في خلال 10 دقائق ربع ساعه الكميه قد ايه 1 ل 2 مللي لكل كيلو 1 ل 2 مللي لكل كيلو اوف ايه هايبرتونيك هايبرتونيك صوديوم كلورايد. خلاص 3% ذس ميثود شود بي ريزيرفد فور اونلي مين هما بقى الناس اللي هم عندهم سيفير هايبوناتريميا ويز سيفير سيمبتوم زي convulsion repeated apneic episode requiring intubation او في signs of brainstem herniation hypertensive شويه unequal pupil بدا يبقى bradycardic بدا يبقى في regular breathing وهكذا. This method 2 مللي بير كي جي بولس اوف هايبرتونيك سلاين
اوفر 10 مينيت از ريكومندد فور الهايبوناترينيك برضه انكيفالوباسي في الاطفال بقى مش في النونيت، يعني نفس الميثود برضه، هي دي الرابيد ايه؟ الرابيد كوركشن. تمام؟ طيب الرابيد كوركشن في السيمتوماتيك، ان انا هدي اي في بولس من الهايبرتونيك سلاين على مدار 10 ل 15 دقيقه 2 مللي لكل كيلو. تمام؟ طيب مين نيكيوز ويل كالكوليت الديفيسيت اب تو ليفل كام؟ 125 اند يوز الهايبرتونيك سلاين فور ايه كوركشن على مدار 4 ل 8 ساعات. تمام؟ نيجي بقى لحته ال 24 اور ميثود او كوركشن اللي هو السلو كوركشن بتاع الهايبوناتريميا. تمام؟ لازم نحسب التوتال بادي ديفيسيت من الصوديوم. لما نحسبه قال لك ند النص الاولاني في اول 12 ساعه اب تو 24 ساعه كمان، يبقى النص الاولاني هاف اوف ذات از جيفن اوفر ايه 12 اور. الريكومنديشن انكلود نوت تو جيف اكتر من كام؟ من 8 ل 10 مللي كوفلنت بير لتر اوفر 24 اور فور اكيوت هايبوناتريميا، يعني نفس الكلام اند نوت تو جيف اكتر من 6 ل 8 في الايه؟ في الكرونيك هايبوناتريميا. طب هنعرف ازاي الكلام دوت؟ قال لك اول حاجه لازم نحسب الصوديوم ريبليسمنت فورمولا، اطلع الديفيسيت ازاي. تمام؟ الكميه اللي انا اللي هعمل بها ريبليسمنت، قال لك التوتال صوديوم ريبليسمنت بيساوي الديزاير صوديوم اللي انا عايزه. تمام؟ قد ايه؟ اطرحه من الاكشوال صوديوم. تمام؟ الصوديوم اللي طالع عندي يعني مثلا 100 122 مثلا. تمام؟ ناقص اطرحها من اللي انا ارغب فيه مثلا 100 135، 135 ناقص 122 هيطلع معايا رقم 22 يعني 5 13 غالبا، اضربهم في وزن الطفل في 6 من 10 توزيع الصوديوم في البادي 60% يعني 6 من 10. تمام؟ هيطلع معايا الكميه اللي انا هديها توتال صوديوم ريبليسمنت. قال لك ايه؟ ذا ريزلت ويل بي ذا اماونت اوف صوديوم نيدد تو كوركت الهايبو ايه؟ الهايبوناتريميا. حلو جدا، ده بالملي اكويفالنت. يوجوالي اونلي هاف اوف ذيس اماونت از جيفن في خلال 12 ل 24 ساعه. تمام؟ ده السلو كوركشن. وبعد كده بنتشيك السيرم صوديوم ليفل بعد الفيرست ريبليسمنت ده، يعني بعد 12 ساعه اكون ساحب سيرم ايه؟ صوديوم. ليه؟ عشان if additional sodium is needed ممكن نجيب السكند هاف في خلال النكست ايه 12 hours. تمام؟ طب نوع الفلويد اللي هتاخد ايه؟ الايه؟ الهايبرتونيك سلاين كل 2 سنتي او 2 مللي يحتوي على ايه؟ 1 مللي ايكويفالنت. خليكم معايا دقيقه، ادي المعادله بتاعت التوتال صوديوم ريبليسمنت، يقول لك الصوديوم ديفيسيت هيطلع معايا بالملي ايكويفالنت بيساوي ايه؟ اضرب 7 من 10 في المعادله اللي فاتت 6 من 10 مش هنختلف، في البادي ويت وزن الطفل، في بقى في مين؟ افتح قوسين كده اهو واطرح الصوديوم اللي طالع معايا في التحليل ناقص الديزاير صوديوم اللي ايه؟ اللي انا عايزه. بيقول لك ان ذيس فورمولا 7 من 10 في الوزن دي معناها ايه؟ از استيميشن اوف توتال بادي ووتر. تمام؟ الموست سيتويشن اوف ديبليشنال هايبوناتريميا اللي هي ترو، يعني في فقد في الصوديوم، قال لك تو سيرفيس اوف ريبليسمنت صوديوم شود بي بروفايدد ان اديشن تو مينتنانس صوديوم نيدز، يعني انا هديله المينتنانس وهديله ايه تو سيرفيس اوف ذا ريبليسمنت تلتين يتضافوا على ايه؟ على المينتنانس ان ذا ايه؟ فيرست 24 اور. دي طريقه ثانيه برضه. تمام؟ اند ذا ريميندر تو بي بروفايدد اوفر ذا نيكست ايه 24 ساعه، يعني انا هسيب له مينتنانس 24 ساعه مديله الصوديوم بتاعه واضيف عليه تلتين الريبليسمنت اللي هيطلع معايا. تمام؟ والتلت التاني اللي هيتبقى ممكن اضيفه خلال ال 24 ايه؟ الساعة اللي جاية اللي بعديها يعني، فاحنا كده صلحناها في خلال 48 ايه؟ 48 ساعة. وهنا بيقول لك frequent measurements of serum level of electrolyte are needed to ensure the correction is occurring appropriately، دي مهمة جدا. تمام؟ معلومة تانية برضو قلناها ان with severe hyponatremia اللي بين قوسين السيرم صوديوم كونسنتريشن يكون اقل من كام؟ من 120. قال لك whatever the cause كان فري ووتر اوفرلود، يعني الووتر اتحبس في البلاد ولا الجسم فقد ايه؟ صوديوم كتير، توتال بادي صوديوم ديفيسيت. قال لك الكوركشن اوف سيرم صوديوم كونسنتريشن اب تو كام لغايه ما اخليه 120 او اكتر من 120 ده في الرابت ده از ريكومندد ويز ادمنستريشن اوف 3% هايبرتونيك ايه؟ هايبرتونيك سلاين. تمام؟ اللي هو ايه؟ اللي هو كل لتر يحتوي على 513
ملي كوفالنت من الصوديوم، تمام. This recommendation is due to concern of increased risk of neurological complication associated with severe hyponatremia اللي احنا قلنا عليها بقى، الكونفالجن والابنيا وال كل الكلام اللي احنا قلناه، تمام. طيب also this relationship has not been explicitly demonstrated in large cohort of neonate patients. This correction should be done over ايه بقى؟ 4 ل 6 ساعات. وهم بيفضلوا ان الرابيد كوركشن يكون على مدار 4 ل 6 ايه ساعات، depending on the severity of hyponatremia، تمام. هنا بقى بيقول لك ايه، نفس الكلام اللي احنا قلناه، once the serum sodium concentration وصل 120 مللي كوفالنت بير لتر، يعني مش اقل من 120، لا وصل 120، قال لك complete correction of hyponatremia should be performed more slowly، السلو مثل اللي احنا قلنا عليها، over ايه النكست 48 ايه 48 ساعه. وبيقول لك ايه بقى، بيقول لك في البيشنتس اللي هم اسيمتوماتيك هايبوناتريميا والسيرم صوديوم بتاعهم بيعدي ال 120 ملي كوفالنت بير لتر، احنا مش محتاجين الهايبرتونيك ايه انفيوجن، ار نوت انديكيتد، وبالتالي لازم نعمل اديشنال سيرب نشوف السبب ايه ونصلحه زي ما هنتكلم بقى. يبقى احنا كده ايه قلنا الكلام بتاعنا وجبناه برضو كدليل عشان بس الناس اللي بتدور. لو convulsing child neonate واستخدمت الانتيبيليبتيك في هايبوناتريميا، وات اباوت لايك اليوز اوف روتين انتي كونفالزنت فور هايبوناتريميك كونفالجن ار نوت افكتيف، مي نوت بي افكتيف اند كان بي ايه اسوشيتد ويز سيفير ابنيا، اديته دورميكام دخل في ابنيا، تمام. فلا نصلح الهايبوناتريميا بالهايبرتونيك سلاين عشان الكونفالجن توقف، انما الروتين يوز اوف انتي كونفالزنت فور هايبوناتريميك كونفالجنز ماله، ممكن ايه ما يبقاش افكتيف، ممكن يدخل الطفل في ابنيا. طب ايه السبيسيفيك بقى مانجمنت؟ وده المهم، لو هو مش سبيسيفيك مانجمنت ده في حاله الايه النوت سيمتوماتيك والليفل بتاعهم اكتر من 120 مللي كوفالنت بير لتر، اول حاجه لو في فوليوم اوفرلود يعني دايليوشنال هايبوناتريميا نعمل ايه؟ قال لك نعمل فلويد ريستريكشن، تمام. التوتال مينتنانس فلويد ممكن يقل بمقدار 20 مللي لكل كيلو في اليوم. سيرم صوديوم ونحطهم على السب مينتنانس، سب مينتنانس. طيب سيرم صوديوم ليفل لازم اتابعه كل 6 ل 8 ساعات. الاندرلاين كوز ماست بي انفستيجيتد اند تريتد، ماشي؟ ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو ان ادكويت صوديوم انتيك، مش ضامن كويس الصوديوم اللي داخل له او مش حاسبه له، يبقى المينتنس صوديوم ريكويرمنت فور تيرم انفنت من 2 ل 4 مللي كوفالنت بالكي جي بير دي، اند ممكن يبقى هاير في البري ماتيور انفنت. ري ادجاست الاي في صوديوم انتيك اف ات از ذا كوز اوف ايه هايبوناتريميا، لازم احسب وادور من تاني. الحاجه الثالثه اف ذا انفنت از ريسيفنج اورال فورمولا اونلي اتشيك الفورمولا بينج يوزد، يعني الام بتحضرها ازاي، تمام. طب في لو صوديوم فورمولا زي السيميلاك 60 على 40، الناس الامبيرد رينال فانكشن هو لو مينرال فورمولا، او البريست ميلك بيقول لك ايه ده لو ان صوديوم، تمام، مي كونتريبيوت تو هايبوناتريميا، ماشي. رقم اربعه الانكريز صوديوم لوس، تمام، لازم اشوف السبب ايه واصلحه، وده كتير. هنعمل ايه بقى؟ انكريز صوديوم ادمنستر تو ريبليس اللوسز، ماشي. رقم خمسه دراج انديوز هايبوناتريميا، طبعا لازم ندور على اخونا الفروزيمايد اللازكس او لوب دايوريتيك. if arenal salt wasting medication زي الفروزيمايد is being given، قال لك لازم اتابع السيرم صوديوم، تمام. سيرم صوديوم will be ايه، بيقول لك will be low even though adequate amount of sodium is being given، يعني اتوقع برضو ان الصوديوم هيبقى قليل مع الايه مع الفروزيمايد. an increase in sodium intake should be ايه required، عشان كده كده الفروزيمايد هيقلله. most are also receiving oral feedings so on oral sodium chloride supplement can be used، ماشي. ده مش هنعمله اكيد. start with 1 مللي equivalent 3 مرات في اليوم with feedings and adjust as needed، ده علشان ما تدخلش في hyponatremia. sodium level should be kept على low level 130 because higher level may result in fluid retention، وده هيعيق
عملية ال أو استخدام الدايوريتك يعني. تمام؟ طيب رقم 6، لو عندي سندروم وفين ابروبريت اتش سكريشن، ده مهم جدا. قال لك البريفنشن از ذا بيست مانجمنت، ماي مونيتورنج لازم اعمل لهم ايه؟ مونيتورنج بقى. تمام؟ اي هايبوناتريميا، اي هايبوناتريميا في طفل عنده سي ان اس انسلت او في شيست افكشن ريستريكشن للووتر او للاي فلويد يعني. If diagnosed قال لك الجول از تو ايدنتيفاي اند تريت الاندرلاينج كوز بتاع الايه؟ بتاع الصيد، يعني نشوف المشكله ايه وتتحل، ار دي ولا نيمونيا ولا ده سي ان اس انفكشن. التريتمنت از تو جراديولي انكريز الصوديوم ليفل باي بروموتنج الفري ووتر اكسكريشن باي ايه؟ باي فلويد ريستريكشن. اهي كلمه السر في الصياد، فلويد ريستريكشن. During treatment لازم برضو نتابع الصوديوم ونتابع الاوزموناليتي ونتابع اليورين اوتبوت زي ما خدناها في الجدول. الكونفولجن اف سيجرز بريزنت او السيرم صوديوم قل عن 120 يبقى كده سيمتوماتيك وسيفير. الهايبرتونيك سلاين از تريتمنت اوف ايه؟ تشويس. فلويد ريستريكشن بقى يوجوالي خليه على 40 او 60 اللي هو سب مينتنس او الهاف مينتنس. ملي بركيجي بير دي فري ووتر مفيش كتير ريكومنديشن عليها، ممكن ندي فروزيمايد اللي هو اللازكس 1 مللي جرام بير كي جي يتاخد اي في كل 6 ساعات، ده لوب دايوريتك وهيقلل الفري ووتر ابزوربشن. تمام؟ انتي كونفالجنت اف كونفالجن حصلت وده كونتروفيرسي يعني ما فيش ريكومنديشن كتير ريكومنديشن عليه ان احنا نستخدمه يعني. فلسه عايز تستخدم انتي كونفالجنت ماشي، مش عايز خلاص بكيك عليه كونتروفيرسي، كلام كونتروفيرسي. تمام؟ يبقى الصياد تاني ان انا بريفنت من الاول. تمام؟ ان انا اعمل مونيتورنج كل شويه ومدخل على ايه؟ على السب مينتنس كده كده عشان لو حصل ما يبقاش ايه؟ ما يعملش الهايبوناتريميا. طب اف دايجنوزد يبقى لازم اعالج السبب بتاع الصياد. الحاجه الثالثه التريتمنت بتاعه نزود الصوديوم ليفل باي ايه بقى؟ نعمل ووتر ريستريكشن. تمام؟ فيزيد الايه؟ بروموتنج الفري ووتر اكسكريشن لما اعمل ريستريكشن. الحاجة التالتة during treatment لازم نعمل monitoring للصوديوم والأوزمولاليتي زي ما قلنا ونتابع اليورين أوتبوت عشان أول يعني هنستنى إن هو يتصلح. لو حصل convulsion أو السيروم ليفل قل عن 120 بتدخل بالهايبرتونيك سلاين، أعمل فلويد ريستريكشن على الهاف مينتنس، أدي فروزيمايد أو اللازكس 1 مللي جرام بير كي جي تاخد أي في كل 6 ساعات، وبرده ستريكت فولو أب للإيه؟ للفوليوم ستيتس وللإيه؟ للصوديوم. تمام؟ طيب لما يكون السيروم صوديوم بقى يعلى عن 120 مللي كوفلنت بير لتر ومفيش كونفالجن، فلويد ريستريكشن اهو اساسي برضه. فلويد ريستريكشن يوجوالي على ال 40 ل 60 مللي بير كي جي بير دي. تمام؟ وده اخر حاجه الايه؟ الالجوريزم بتاع الهايبوناتريميا. طبعا لما نيجي بقى نقرا الالجوريزم دوت دلوقتي يبقى ايه؟ احنا كده فهمنا الدنيا ماشيه ازاي. يعني ايه هايبوفوليميا؟ هايبوفوليميك هايبوناتريميك. يعني ايه ايوفوليميك هايبوناتريميك؟ يعني ايه هايبرفوليميك ايه هايبوناتريميك. تمام؟ وقبل ما اقول اي سبب لازم اكون ايه؟ اكون ساحب اليورين ان صوديوم واقول ان هو اقل من 20 مللي كوفلنت يعني المشكله اكسترا رينال، لو اكتر من 20 مللي كوفلنت مشكله ايه؟ رينال زي الدايوريتك وزي ما اتكلمنا. لو اكسترا رينال جي اي تي فيوجنز في اي حته الياس او نيك، لو اكتر قلناها حاجات كلها رينال دايوريتك اوزموتيك دايوريسيس مينرالو كورتيكويد ديفيشنسي فانكوني بارتر اوبستراكتيف يوروباسي وهكذا. طيب لو هايبر فوليميك بقى، لو كان الصوديوم اقل من 20 مللي اكويفالنت يبقى المشكله خارج الكدني زي ايه؟ كونجستيف هارت فيلير اهمهم، نيفروزيس وهكذا. تمام؟ ده نعمل له ايه؟ صوديوم اند ووتر ريستريكشن لانه عنده هايبر فوليميا اصلا الاثنين زايدين في الدم بس الووتر اكتر على حساب الصوديوم فكانه قليل. لو كان اليورين صوديوم اكتر يعني في رينال فيلير سواء اذا كان اكيوت او كرونيك. تمام؟ فده برضه صوديوم اند ووتر ايه؟ ريستريكشن. الاثنين دول هم لازم الهايبوناتريميا هايبر فوليميا ريستريكشن للايه؟ للفلويد وللصوديوم. خلاص؟ طيب اما التانيين دول اللي هي الهايبوفوليميا كده كده لازم اعمل فوليوم اكسبانشن. فوليوم اكسبانشن. تمام؟ لازم
اخلي بالي من الفوليوم اساس بتاعته، اعوضها، اعوض الفقد اللي حصل. الاي فوليميا بقى يعني مش حاجه كده، اليونس ما يوجوالي اكتر من 20، يا اما اكسس اي دي اتش، الصياد اللي هو معاه اي فوليميا ممكن ما يكونش معاه اديما، تمام، او الثايرويد ديفيشنسي. برضو نحاول ان احنا نعمل ووتر ريستريكشن عشان الصياد ده اهمهم، ووتر ريستريكشن خلاص، يعني على حسب ما تلاقي السبب. بس هي الموضوع محتاج ايه، يعني تشغيل دماغ بسرعة، تمام، وكاتيجورايزيشن. ماشي، يا رب بس يكون الموضوع كان مفيد. وطبعا يعني في بدايته بيبقى صعب ولف ودوران كتير، بس لازم نلف وندور اللفة ديت علشان نعمل الحاجة صح ونمشي في الالجوريزم، ايه، الالجوريزم صح. يا رب يكون كان في استفادة، وشكرا خالص.